صوفيا العلودي، مرحبا بك. ربي يخليك ونشكركم على الاستضافة اللي نتمنى إن شاء الله تكون على الجمهور الكريم واحد الحاجة اللي خفيفة ونستفدوا منها جميع إن شاء الله. صافا كلشي مزيان، فين غبرتي؟ والله العظيم إلا الحمد لله غبرت المدة ديال تقريبا واحد العامين. كانت عندي ظروف عائلية شوية اللي خلتني أني نكون خارج أرض الوطن. الحمد لله كلشي داز بسلام وراني دخلت الأرض الوطن إن شاء الله دابا ونبدأ مسيرة جديدة إن شاء الله بحول الله. صوفيا بغيت نبدأ معاك من البداية ديالك. أنت ولد الكارة، كيفاش تجيتي الراجة؟ شكون جابك الراجة؟ هو أنا بديت في السن 15-16 سنة مع فريق نهضة الكارة، اللي نوجه لهم واحد التحية كبيرة للاعبين اللي لعبوا معايا ولا الساكنة ولا المسؤولين بالدرجة الأولى. قضيت معاهم موسمين تحت فريق النقل الحضري معار نص موسم، من بعدها السي بشعيب مدرب ديال النقل الحضري وجه الدعوة لفتحي جمال، قال لي راه عندنا واحد اللاعب شوية متميز وهذا واش تقدر تشوفه. نادى عليا المنتخب شبان، كان واحد جوج ديال المعسكرات. من بعدها تكلم مع فريق الرجاء البيضاوي اللي تكلموا مع نهضة القارة وجابوني في موسم 2001-2002. صوفيا احسن ايامات لا كارير ديالك دوزتيها مع الرجاء بلي تيتر ديتي دو شامبيونا كوب دو ترون ديالك ودو شامبيونا. كنتي هو داك الفتى المدلل ديال الرجاء. الحمد لله كنت انا من طبعي واحد الانسان اللي تنضحك، كيف تنقولوا ما تنهش الهم. يعني في اصعب الظروف اللي مريت منها في المسيره ديالي ما تشكيتش، سيكوري تنضحك وتنحاول اكيد تنتقلق فاش كي في وقت الحدث كنتقلق، مي بالزربه كنحاول نرجع للحياه الطبيعيه ديالي باش المسيره كما تنقولوا تستمر، لان الحياه تستمر ما نوقفوش على الكبوه كما تنقولوا. بقاو في الرجاء، شنو احسن تيتر اللي ما عمرك غتنسى هديتيه واللي حاجه بقات سبيسيال عندك وما عمرك غتنساها؟ هو الكاس الافريقيه، لان كان عندي هذاك التيتر خارجي بالنسبه ليا. هذاك التيتر هذاك كيبقى واحد العلامه مميزه بالنسبه ليا في ظل الترسانه اللي كان كيمتاز بها فريق الرجاء البيضاوي انذاك. لاعبين كبار قيمه جريندو، شاد لي، حيمر، سامي تجدين، مسلوب، عبد الطيف جريندو، بيضودان، بوشروان، موسى سليمان، زمامه، واحد لا جينيراسيون ذهبيه انكرويابل اللي ما تنساش ليا. رغم اني ما شاركتش بزاف في هذاك الكاس، كنت كلاعب احتياطي وكنطلع، لان انا ذاك جان كنت كلاعب احتياطي وكنطلع التريبل كما تنقولوا، مي كتبقى هذيك بطوله اللي عندها مجموعه من الذكريات بالنسبه لي. من الرجاء مشيتي ليكيب ناسيونال، عيطوا لك ليكيب ناسيونال دوسي مع محمد فخير، فوالا لعبتي لا كان ديال 2008 وكلشي كيتفكر هذاك لو تريبلي اللي ماركيتي كونتر ناميبيا، وكنا كنتمناو اننا نديرو شي حاجه في هذيك لا كان 2008. انت هاد لا كان غتبقى عندك راسخه باسكو ماركيتي تريبلي كونتر لا ناميبي في لو ميم ماتش، خرجتي حتى الاخر 57 دقيقه 57 لعبت في كوب دافريك انا في 57 دقيقه اللي كانت عندي في المسار ديالي في كاس افريقيا، ماركيتي فيها ثلاثه البيوت وبليسيور. عاودنا على ديك لا بليسيور، 28 دقيقه هذيك لا بليسيور ديالك. بعدا في الاول انا ما كنتش غنلعب كاع، انا ما كنتش غنلعب، لان كان جا اونري ميشا كنت لاعب رسمي مع محمد فاخر، ينوجه لي تحيه كبيره، وجا موراه لظروفين ما انه ما بقاش مدرب ديال المنتخب الوطني. جا اونري ميشيل، اونري ميشيل في المقابلات الاعداديه كلها، لا مع السنغال لا مع فرنسا لا مع زامبيا لا مع ناميبيا، ما لعب حتى شي مقابله كاساسي، كلهم مقابلات لعبتهم من الدقيقه 80، ما كاينش قل من الدقيقه 80، من الدقيقه 80 حتى ليله المقابله او لو جور ديال الماتش، يعني نهار المقابله اقترح عليا اني نلعب ولعبت المقابله. يعني ما كنتش حتى محضر ليها، ما كنتش داك لو شوك ديال ولا ديك الخلعه ديال هي اللي خلاتني ماتش ديال لاكوب دافريك كيكون شويه صعيب، هذا هو اللي تما فاش كتعرف واش راكم غتكونوا غديروا شي حاجه ولا لا. فوالا سي سا سي كو، وكانت عندنا واحد المجموعه من اللاعبين، واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي كانت مجموعه رائعه بزاف، عونوني بزاف، امير باطي، طلال، سكيتشيوي، مروان يوسف، يوسف السفري، دراري فهامي، دراري اللي عاونوني بزاف وبزاف داخل داخل داخل، سهلوا لي الماموريه انني نظهر بهذاك المستوى اللي خلاني، كنظن من وجهه نظري اللي خلاني اني نظهر بهذاك المستوى اني لاعب ما معروفش،
لان المنتخب الناميبي درس جميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني. انا كنت اللاعب الوحيد في هذيك المقابله اللي ماشي تيتولير، دونك ما كانت عندهم حتى شي معلومه عليا، داكشي علاش كما تنقولوا حنا باللغه ديالنا خرج من الجند. كنفاجئهم وكان ندير شي محاوله ولا شي حاجه، الحمد لله كانت نسبه النجاح كبيره بفضل الله، والدعاوي ديال الوالدين جات من وراها الاصابه كما قلت لك من قبل. تألمت في هذيك اللحظه، مي سرعان ما حاولت نرجع باش نحاول نتغلب على هذيك الاصابه ونرجع بسرعه. ماشي هي الضربه اللي باسكولات شويه لا كارير ديال العلودي؟ لا لا، حيت انا موراها لعبت تقريبا موسم كامل، كملت الموسم ديالي مع العين ودرت معهم التحضيرات، وفي بدايه الموسم تلقيت الاصابه اللي كانت غير في التدريب. كان عندي اونيفو كارتيلاج، ما عرفتش الاسم ديالو باللغه العربيه، سي كان عندي، وكان عندي زرع الكارتيلاج هو اللي كان شويه صعيب، لاني ريحت من وراها تسعه شهور اللي ريحت من وراها. علاش العلودي ما شفناهش في لوروب شي فرقه في لوروب؟ الفرص ما كانش، او سوء الحظ ما كانش، لان قبل من الاصابه ديال كوب دافريك كان عندنا اتصالات مع اولمبيك مارسي، لانهم جاوا شافوا انا ذاك المقابله ديال كوب دافريك كاس افريقيا 2008، اقتنعوا بالاداء ديالي، تبعوا مقابلات مع المقابله ديال بلجيكا اقتنعوا، تبعوا المقابلات ديالي في الدوري الاماراتي مع نادي العين، كان عندهم واحد الاقتناع ديال 100% لدرجه اننا اتفقنا على العقود، اتفقنا على كل شيء. كنا كنتسناو نهايه الموسم باش نجريو العقود، يعني بشهر قبل من نوقع العقود، لانهم يعني كانوا اتفقوا على المسائل الماديه ديالهم والمسائل الاداريه، وجات الاصابه موراها اللي خديت فيها لو شوك، وصدقت ما مشاتش، اجلنا هذاك الشيء حتى المورا لاكو، حتى المورا نرجع نلعب وناخذ لو ريتم ديالي. موراها جات ستوك سيتي، كانت عندك الدرجه الاولى، كنت غنمشي انا باش عم باركي ما عرفتش شنو الاسباب اللي كان عندك كيلعب في غرونوبل في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي، على ما كنذكر ان الفريق ديالو ما سمحش انه يرخص لي انه يمشي يلعب في ستوك سيتي. هذاك الموسم كان طلع فيه ستوك سيتي البريمير ليغ. انا جات موراها الاصابه عاود اللي جات الثانيه ديال الركبه ديالي اللي خلاتني ما مشيتش بشي شهرين قبل توقيع العقد. هذيك الاصابات هي كنت ريحت فيها 8 شهر تقريبا. شكون الدراري اللي كانوا قرابين كلشي تقريبا كلشي، بالاخص كان يونس عتابه، لان كنت انا وياه ديما كنا من منطقه واحده اللي هي الشاويه، هو من خريبكانا من الكراسي، كانت عندنا تقريبا نفس اللهجه كما تنقولوا. كنت انا وياه ديما في الغرفه، نكون انا وياه في المعسكرات وديما، مي الاغلبيه الدراري كانوا مقربين ليا لدرجه الاتصالات معاهم ما توقفاتش، حتى ملي كنتلاقى معاهم في الشارع فكنكل ليهم وكيكنوا لي احترام كبير. واخا سفيان، انت مور فاش لعبتي في الرجاء لعبتي في فرقي بزاف، منهم الجيش الملكي، منهم الكوكب، مهندس بركان، الرسنج البيضاء، واخا ما لعبت مع حتى شي مقابله، كنت غير وقعت العقد. ولكن كانت واحد لا فيديو ديالك، وكان واحد سوء تفاهم يمكن مع جمهور الرجاء بانك عايرتيهم، المهم كانت الهضره بزاف على هادشي، وتعرفني علاش كنهضر. شرح لنا الموقف، عطينا نعرفوا لا فغي فيرسيون من عندك. هو هذيك مجموعه من الناس كيقولوا بلي هذاك لو فيديو سي كو دار، هذيك لا فيديو كانت دارت في مقابله ديال فريق الرجاء البيضاوي. بعلم ان هذيك المقابله ما كانش مع فريق الرجاء البيضاوي، كانت في الدوره 30. حيت في لا فيديو باش الناس كيشوفوا غير انت، ما كنشوفوش شكون الجمهور، ما كنشوفوش اللعابه. كنت كنهضر معاه سي كو الجمهور العسكري، الجمهور ديال الالترا عسكري، هما اللي كنت كنهضر معاهم. كانت عندنا المقابله ديال الدوره 30، الموسم اللي كان فاز فيه فريق الرجاء البيضاوي بالبطوله، وحنا كنا لاعبين مع الوداد في الدوره 30 في مركب محمد الخامس. من بعد نهايه المقابله توجهنا اننا نحيوا الجمهور على الموسم اللي داروا، على الموسم اللي درناه حنايا. الغريب في الامر ان هذوك الالتراس سولوني، قالوا لي احنا عارفينك انت رجاوي وهذا، ولكن ما كانش عليك تحتفل بفوز الرجاء البيضاوي بالبطوله في غرفه الملابس. قلت لهم انا ما درتهاش، هما لا الاخلاق ديالي لا لا لا, لا, لا علاش تربيت ما تسمحش ليا، ولا على داكشي اللي تربيت فيه داخل فريق الرجاء البيضاوي ما يخلينيش اني نحتفل بالبطوله مع اللاعبين. نقدر نوجه لهم رسائل نصيه ولا نعيط لهم في التليفون، مي حتى نخرج نمشي للمنزل ديالي نقدر ندير. ماشي وانا لابس توني ديال الجيش ولا ديال الجيش، لدرجه ناكد لك لدرجه انا ما دخلتش للتيران الرجاء 7 سنين، ما دخلتش للتيران الرجاء. ملي خرجت من التيران الرجاء ما دخلتش للتيران الرجاء حتى ساليت الكارير ديالي، ما تعطينيش خاطري نحمل القميص ديال واحد الفريق ونجي ندخل للتيران الرجاء. كيجيب لي الله، نقدر نكون غلط، كيجيب لي الله ما كنحترمش ذاك الكيان اللي انا كنلعب فيه ولا الكيان اللي تربيت فيه.
قلت لهم لا ما يمكنش. شكون اللي قال لكم السؤال ديالي؟ سيكو شكون اللي قال لكم؟ سمعوا لي بعض العناصر اللي كانوا انا داك كيلعبوا معايا لدرجه الانفعال ديالي اللي نقدر نعتذر عليه هو السب اللي قلت ليه ما خصنيش نقوله اللي نقدر نعتذر عليه. سبيت بهذاك الاسلوب اللي ما خصنيش نقوله. قلت لهم سيروا قولوها لهم وقلت ديما عسكروا سيروا قولوها لهم. تخد داك المقطع ديال السب تحط بوحدو داك المقطع الله يهدي هذا اللي دارها. تحط داك المقطع بوحدو وقال يسب جمهور الرجاء مع لي ما كناش كنهضروا بتاتا كاع على حتى جمهور ديال الرجاء. خدا ديك لا فيديو كانوا طلعوا واحد لا بوندغول ضدك وقالوا لا انا نادرهم لان انا نكون في بلاصتهم غندير لا ميم شوز غندير نفس القضيه غير ملي كتقراي شي عنوان ديال واحد الارتيكل في اي بلاصه وانت ما عارفاش المحتوى ديالو كتاخذي فكره مسبقه على داك العنوان. اكيد ان من العنوان غادي تدخل غتشوف انت السبان غادي تقول بحكم حبك للفريق الرجاء البيضاوي ولا حبك لهذاك الشخص هذاك تقول علاش هذا الشخص غادي يعاير. كان جاتك شي اوفر من الوداد في ليبوك فاش كانت اكرم؟ هي ما كانتش هي كانت تطرح عليا هذا السؤال وكنجاوب جواب عفوي ولقى واحد مجموعه من انتقادات والوداد بزاف عليك والوداد كبيره عليك الوداد بزاف اللعابه لعبوا في الرجاء ولعبوا في الوداد. شوفي هو الوداد او الرجاء البيضاوي كيبقاو فرق كبار بزاف على اي لاعب وكبر من اي لاعب كيما بغى يكون النوع ديالو والقيمه ديالو سواء في الشخص ديالي سواء في الشخص ديال اي واحد. الوداد فريق كبير وكبير عليا انا بالتاريخ ديالو والجمهور ديالو بكل شيء كنكلي كل الاحترام والتقدير ما كنقللش بتاتا من جمهور فريق الوداد البيضاوي ولا من الوداد البيضاوي لدرجه انا عندي نسيبي ودادي لاعب الوداد البيضاوي ما يمكنش نقلل من الا قللت من جمهور الوداد ولا من الوداد سيكو غنقلل من مجموعه من العائله ديالي اللي وداديين ومن الاصدقاء ديالي ومن الناس ديال الحومه ديالي سيكو وداديين اللي كتربطني بهم واحد العلاقه قويه لا لاعبين ديال الوداد القدام لا الحاليين. علاش كتبان بحال هكا بحال لاعب ما بغاش يلعب في فرقه اخرى؟ انا شوفي التعصب للفريق ديالك والحب ديالك للفريق ديالك سيكو غيخليك دير بحال ما هكا. انا اللي نوضح هو ما كانش عرض رسمي سيكو كان اقتراح من اكرم انا ذاك قبل ما نرجع لفريق الرجاء البيضاوي بحكم العلاقه اللي كانت كتربط اكرم بوكيل الاعمال ديالي انا ذاك والعلاقه اللي كانت كتربطني باكرم وحافظ ولدو. سفيان شنو كدير دابا؟ سمعنا انك تقرا التدريب بغيتي تولي اونترينور من بعد ويمكن كاع تولي اونترينور الرجاء إذا كتب الله إن شاء الله بحول الله. كنت بديت هاد 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 المراحل هادو ديال باش نكون إن شاء الله أو شنو عندك دابا لو ديبلوم دي سي؟ لو ديبلوم سي كنت جريته في مراكش ملي كنت أنا ذاك لاعب فريق الكوكا مراكشي. لسوء الحظ أن ما دارش شي ديبلوم من لا جينيراسيون اللي كنا دوزنا حنا لو سي ما دارش مورانا البي سيكو ما دارش يعني جينيراسيون ديالي كاملة اللي كنا دوزنا لو سي ما حتى واحد ما دوز البي باقيين كنتسناو. كانت تغيير في الاداره التقنيه وكان مشى السي ناصر لارقيط وجا المدير التقني الجديد اللي كنتسناو ان كاين الاسم ديالي في القائمه اللي غادا اللي غندوزو هذا لو ديبلوم هذا. كنتسناو غير التاريخ امتى يكون ان شاء الله ندوزو. من الاهداف المسطره ديالي اني نتعلم بعدا نتعلم ماشي كما كيقولوا. بغيتي تبدا بادجوان؟ لا ماشي نبدا بادجوان باغي نتعلم بعدا الابجديه ديال التدريب. ملي جيتي لعبتي كره ما جيتيش ولعبتي سينيور لعبتي في الدار تعلمتي كره لعبتي في المدرسه لعبتي تعلمتي كيفاش تلعب الكره عاد باش كنتي لاعب فريق الاول ديال فريق الرجاء البيضاوي ولعب منتخب ولجتي الاحتراف سيكو بحال ما هكاك باغي ندير نتعلم الابجديات يعني نبدا من الزيرو كيف ما تنقول نبدا بشويه عليا نقرا بعدا نظري كيما تنقولوا عاد ندوز للتطبيقي. واخا سفيان شكرا بزاف شكرا لكم بليزير بليزير بور موا وشكرا لكم بزاف ان شاء الله اكيد ان شاء الله نراه الاشاره تهلا في راسك الله يخليك شكرا.